المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية. برحب بحضرتك أستاذ أشرف. أستاذ أشرف حضرتك سامعني كويس؟ ألو أيوة يا فندم. كل عام وحضرتك بخير يا أستاذ أشرف. كل سنة وحضرتك طيب وكل مصر بخير وبفخر وبسعادة وبانتماء لهذا الوطن العظيم وقادر على مواجهة كل التحديات اللي نطار عليها بإذن الله. بإذن الله. كل عام وحضرتك بخير. يعني تابعنا منذ دقائق كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا كانت قد قيلت في الاحتفال بتخريج دفعات من الأكاديمية الحربية العسكرية في مصر. أبرز الرسائل التي رصدتها أستاذ أشرف من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني أعتقد أنه يمكن تقسيم الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نوعين. الرسائل الأولى موجهة بالقطع إلى الداخل، ورسائل أخرى موجهة إلى الخارج. أولى الرسائل الموجهة للداخل هي، وطالما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل كلمة يلقيها وفي كل مناسبة يؤكد عليها، وهي أن التماسك هو السبيل الوحيد لاستقرار وأمن هذا الوطن العظيم، وهي العامل الرئيس في مواجهة كل التحديات والانتصار عليها، وهي العامل الرئيس أيضا في خطوات هذا الوطن نحو التنمية ونحو التقدم. التماسك هو العنوان الرئيس لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتقد أنها تتحقق بكل قوة وبكل قدرة، وأعتقد أن الالتفاف الشعبي حول السيد الرئيس معنى رئيس في مواجهة التحديات منذ أحداث 25 يناير وما تلاها في 2013 وحتى الآن. إذن هذه هي الرسالة الأولى التي أكد عليها السيد الرئيس. الرسالة الثانية وهي أن الثقة المتبادلة بين الشعب المصري وقواته المسلحة العظيمة تتجسد على مدار التاريخ، وهي الآن في أوج صورها وأبهى صورها، وأعتقد أن هذا التلاحم وهذا التمازج ما بين وحدة الشعب المصري وقواته المسلحة أعتقد أنها تمثل العمود الخيمة لاستقرار هذا الوطن، وأعتقد أنها تمثل العامل الردع الكبير للأطماع والمؤامرات التي تحاك ضد هذه الدولة. النقطة الرسالة الثالثة من وجهة نظري التي وجهها السيد الرئيس إلى الداخل تعتمد بشكل كبير على فكرة الشفافية مع التحديات الكبيرة التي تتعرض لها الدولة المصرية على مستوى الخارج في هذا الإقليم المضطرب الذي تموج خرائطه بحرائق من حرائق ونيران ليس لها أول من آخر. هذه الشفافية وهذه المكاشفة وهذه الصورة الواضحة بكل أبعادها التي وضعها الرئيس السيسي أمام الشعب المصري أعتقد أنها تعضد تماما من فكرة قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات. هذا بالنسبة للرسائل التي وجهها السيد الرئيس إلى الداخل. أما فيما يتعلق بالرسائل الموجهة للخارج فأعتقد أنها واضحة تماما. من يفكر ولو للحظة من اللحظات أن يمثل خطوة سلبية حيال هذا الوطن العظيم فسيجد قدرة قوية وصامدة وقادرة على صد أي نوع من أنواع الاعتداءات، سواء سياسية سواء دبلوماسية سواء فيما يتعلق بالتحديات التي تموج بها المنطقة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية ولطالما أيضا أكد عليها رئيس عبد الفتاح السيسي أن حلول أزمة الشرق الأوسط وإقرار السلام بهذه المنطقة المنكوبة بالأزمات والحروب هو أولا فكرة أن القوى الإقليمية الموجودة عليها أن تراجع نفسها، لأن مخاطر الأطماع التي تقودها إلى هذه الحروب وهذه النزاعات تتقود إلى ما لا يحمد عقباه واتساع رقعة الصراع حتى يخرج تماما على السيطرة، وفي هذه الحالة لن تكون هنالك دولة بمنجاة من العواقب الوخيمة التي ستكون في هذه المنطقة. الرسالة الثانية هي موجهة إلى القوى الكبرى والمؤسسات الفاعلة على المستوى الدولي، بأن على هذه الدول وعلى هذه المؤسسات أن تمارس ما يستحق من ضغوط على الدول المعتدية فيها الإقليم وإيقافها عند حدها، لأنه في حقيقة الحال مع
هذه التطورات الخطيرة في لبنان وفي قطاع غزة والتطورات الخطيرة بين إيران وإسرائيل من جهة أخرى، كل هذه الأمور أعتقد أنها إذا خرجت عن السيطرة أيضا فلن يكون النظام العالمي بالكامل بمنجاة من حرائق المشتعلة في المنطقة، وستؤثر عليه بشكل أو بآخر خلال الفترة الحالية. وهذه مسألة واضحة للعيان، وهذه مسألة يتكبد خسائرها العالم أجمع، ولكن الخسائر لو اتسع نطاق الحرب واتسع نطاق الصراعات في هذه المنطقة لن يقف عند هذا الحد، وإنما سيكون أضعافا مضاعفة خلال الفترة القادمة. كيف رأيت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أستاذ أشرف على الحديث في هذه النقطة بالتحديد، فكرة السلام في الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين وأيضا لبنان، الحديث عن كل ذلك أثناء احتفال وحرص الرئيس على التذكير دائما بهذه القضايا؟ أولا هنالك ملحوظة مبدئية يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة وعلى مدار العام الأخير منذ اندلاع أزمة قطاع غزة وحتى الآن هنالك العديد من الرسائل التي وجهها في خلال احتفالات وفعاليات عسكرية، أعتقد أن هذه أيضا كانت رسالة مهمة وفي سياق يجب أن يتم وضعه في الاعتبار. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت بذكره، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الفترة الممتدة على مدار العام لطالما أكد أكثر من مرة أنه على العالم أن يغلب عقله وعلى العالم أن يتفاعل مع الرسائل والدعوات المصرية فيما يتعلق أولا بالنواحي الإنسانية في قطاع غزة، فيما يتعلق ثانيا بضرورة إقرار الهدنة، والدولة المصرية قادت بجميع أجهزتها المعنية مفاوضات شاقة على مدار العام ولكنها اصطدمت في كل مرة بتعنت إسرائيلي، لأن الهدف الإسرائيلي في حقيقة الحال ليس الهدنة وإنما اقتطاع الأرض وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتوسيع نطاق سيطرتها حتى تكون في المنطقة بالكامل وليس في أرض فلسطين المحتلة فقط. إذن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي أعتقد أنها وجهت العديد من والعديد من الدعوات السياسية والإنسانية والدبلوماسية على العالم وعلى شعوب العالم أن تدعم بكل قوة هذه التوجهات والدعوات المصرية لإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذه الدعوات التي أكد عليها الرئيس السيسي هي تحمل في طياتها استشرافا كبيرا للمستقبل، واعتقد ان جزء كبير من هذه التطورات انعكست على ارض الواقع. الرئيس السيسي اكد اكثر من مره وحذر اكثر من مره ان التداعيات التي حدثت في قطاع غزه مرشحه للتصاعد وجر المنطقه بالكامل الى صراعات، والان نجد لبنان دخلت على الخط، ايران تدخل على الخط، ضربات متبادله بين ايران واسرائيل مرشحه للتصاعد خلال الفتره القادمه، البحر الاحمر والتجاره به يعاني كثيرا في هذه المسألة، الحوثيون في اليمن دخلوا على نطاق الحرب، الميليشيات والجماعات العسكرية في العراق وسوريا أيضا دخلت على الخط. التحذير الذي وجهه الرئيس السيسي خلال العام الماضي ولم ينتبه إليه العالم، الآن العالم يدفع ثمنه، وهذه مسألة مهمة علينا أن نضعها في الاعتبار. أيضا الرئيس السيسي أكد في غير مرة على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل لأزمات الشرق الأوسط بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية الرأي الرئيس لهذه المفاوضات أو مفترض أن تكون هكذا لم تنتبه أيضا للدعوة المصرية. إقرار الشرق الأوسط استقرار الشرق الأوسط بالكامل مرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، وهذه مسألة أيضا يجب أن يتم وضعها للاعتبار. لم تتخطى هذه المنطقة أزماتها العديدة والمتعددة إلا بإقرار السلام في الشرق الأوسط، وبما يعني إقرار الدولة الفلسطينية وإقامتها على حدود 67. أعتقد أن الرسائل والدعوات والتحذيرات المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي على مدار العام الفائت من الأزمة أعتقد أنها الآن وقبل مضي الوقت وقبل ضياع الوقت وقبل أن يدفع العالم المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا والمزيد من الضرائب الاقتصادية الباهظة، عليه الآن أن يتحرك بشكل كبير لتنفيذ الرؤية المصرية، لأنها أوضح رؤية لأرض الواقع وأوضح رؤية تساعد في نجاة هذه المنطقة المنكوبة من أزماتها المتعددة.
إذا تحدثنا عن هذه المنطقة كما وصفتها أستاذ أشرف المنكوبة بأزمات متعددة، يبقى الجيش المصري حصن أمان لهذه الأمة وهذا البلد، ونحن نتحدث عن 51 عاما على انتصارات أكتوبر على العدو. لابد أن نشير لعمليات التطوير المستمرة على النواحي التكتيكية، النواحي التدريبية لأبناء الجيش المصري، وبطبيعة الحال التسليح وتعدد مصادر التسليح. كيف تابعت عمليات التطوير الأخيرة وظهر بعض الشيء منها في العرض العسكري الأخير؟ يعني أعتقد أنه بنظرة سريعة إلى ساحة العرض سنجد أن الطائرة الهليكوبتر المقاتلة أباتشي أمريكية الصنع تقف جنبا إلى جنب إلى الطائرة الهليكوبتر المقاتلة الروسية التمساح أو K-52. هذا التنوع يشير بشكل رئيس إلى الرؤية المصرية في تنويع الأسلحة. عندما ننظر إلى سلاح الطيران سنجد طائرات مقاتلة MiG-29، سنجد جنبا إلى جنب مع الرافال الفرنسية، سنجدها جنبا إلى جنب إلى F-16 الأمريكية. أيضا إذا نظرنا إلى القوات البحرية المصرية سنجد هنالك حاملات المروحيات المسترال الفرنسية الصنع جنبا إلى جنب إلى الغواصات الألمانية الصنع. هذا التنوع الكبير الذي حدث على مستوى تطوير الجيش المصري يذكرنا بشكل واضح بما حدث قبيل انتصار 73 العظيم، عندما اتجهت القوات المسلحة المصرية بكل قوة وقدرة نحو التطوير ونحو التحديث، واستخدمت العلم والتكنولوجيا الحديثة في طريقها إلى تحقيق هذا الانتصار العظيم. هذا على مستوى تنويع الأسلحة. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا ذهب إليها الجيش المصري العظيم، وهي فكرة المقاتل المصري وكيف تطويره وكيفية إعداده على أحدث النظم وكيفية إعداده معنويا ونفسيا حتى قبل أن يتم إعداده عسكريا وتسليحيا. هذه مسألة أيضا كانت مهمة جدا بالنسبة للقوات المسلحة. نقطة ثالثة أيضا ربما تكون مثيرة للاهتمام، عندما تنتقل القوات المسلحة والإدارة الاستراتيجية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا المبنى المهم للغاية. أنا لا أنظر للمبنى من حيث الشكل، وإنما أنظر للمبنى من حيث المضمون ومن حيث القدرات التكنولوجية الكبيرة الذي أصبح يتضمنها. أيضا هنالك العديد من المشروعات التكنولوجية التي تم افتتاحها مؤخرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة. كل هذه القدرات التكنولوجية الكبيرة على مستوى القيادة والسيطرة للقوات المسلحة المصرية هي أيضا تمثل مربعا مهما في الصورة الكاملة لقدرات القوات المسلحة المصرية. تمثل أولا عامل ردع، عامل قوة، عامل سرابة للمجتمع المصري بكافة طوائفه، عامل حماية للمقدرات المصرية، عامل ضمان للمستقبل والتنمية التي المنشودة. إذن هذه المنظومة العسكرية التي تخدم بشكل أساسي على التوجهات الاستراتيجية المصرية ليس فقط في حماية الأرض وضد أطماع الآخرين، وإنما أيضا لتثبيت أركان الدولة المصرية والانطلاق بها بقوة وقدرة نحو المستقبل. وهذه مسألة مهمة للغاية. التكامل في الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقوات المسلحة المصرية هو تكامل مهم للغاية، ويجب وضعه للاعتبار ويجب النظر إليه بكثير من الإجلال والتقدير والاحترام. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير الجمهورية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.